ولكن اللي بغيت نقول هذه المحطة راها تاريخية. لماذا؟ لأن هذا تأسيس ديال واحد المرصد مغربي وطني اللي احنا أشد الاحتياج دياله، لأن احنا مثلا كنا تابعين المرصد مثلا ديال طنجة، وطبعا الأعمال ديالهم كانت يعني في مستوى، وقاموا بدراسات وقاموا بهذه الأقليم ديالنا وذلك شيء، ولكن ما عندهم شيء، ما عندهم شيء يعني القرار والكبار باش غادي يرغموا على الناس المسؤولين ديالنا هنايا فين وصلوا فين الى اخره. هذا الشيء حنا عندنا كما كتعرفوا واحد البلعه ديال الجمعيات، بلعه ديال الجمعيات اليوم تا 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 يعني الباشا رفض، رفض هذا اول مره، قال لي ان ارى بركه هذه الجمعيات، كل جمعيه كنخسروا عليها 90 ورقه، فهمتي؟ ده بمعنى ان ولا العمل الجمعوي اللي هو معروف انه هو السبل ديال التطور والتقدم وكذا، اصبح بان مخيف بالنسبه لا لهم ولا لكيخصهم، بالنسبه للجمعيات ديالهم اللي هما مناوئه. نعم 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 نعم. وبالنسبه راه انتم كتشوفوا دابا اش كيوقع في العرايش، العرايش راه صبحت في الحضيض هذا الشيء ديال البيئه، في الحضيض التام. المجتمع المدني ما عرف والو، ما عرف والو، وهما كيقولوا بان خدامين وشراكه خدامين مع الالمان مع اسبانيا وما نعرف شنو، كيقول لك هكذا الى اخره. لا يوجد يعني شي عمل مكمول ولا شي عمل منطقي ولا شي عمل قانوني هنايا في هذه المدينه ديالنا، هذه راه كتحصروا في الحقيقه. المهم اللي بغيت نقول بان احنا وجدنا واحد بعدا باش يكون تاسيس كذا، وجدنا واحد الارضيه، واحد القانون، واحد القانون هذا معروف، لا يمكن ان يكون يعني شي جمعيه ولا شي حاجه من هذا القبيل من كذا. ولكن احنا كنقترحوا شي حوايج، اشنو هي؟ هي هذه الجمعيه غتنطلق ان شاء الله الى الاسم جمعيه، ولكن هي مرصد كتعمل بعمل جمعيه الى اخره، ولكن المرصد العمل ديالو معروف، هي الضبط وكذا، وراه الشعار ديال 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 ديك الدعوات اللي توصل بالدعوه هي شعار بيئه ومساءله، بيئه ومساءله، يعني غادي نخدموا حنايا ونسالوا الناس اللي عندهم امانات فين وصلوا بهذا الشيء هذا. 600 وثيقه اللي مضوا عليها في مراكش، وكاملين شادين الملف ديال البيئه، وكاملين عندهم منح، وكاملين عندهم كذا. اذا حنا خصنا نعرفوا راسنا، من حقنا حنا كهذا المرصد هذا غيصبح من حقه يسال. اجي رئيس المجلس الاقليمي الله يجازيك بخير، شنو ديرنا في هذه المجالات كذا الى اخره. ما غنقولوا الى عمل شي حاجه نوضحوها للناس، يعني نوعي الناس، ما كاين حتى شي حاجه وديك الشيء عندنا عاد القرار ديالنا وجهات مسؤوله اللي غادي تتمشى على هذا. المهم هذه المسائل هذه غادي تشوفوها من بعد. اللي بغيت نقول بان ان شاء الله غتكون هذه الجمعيه اول او مرصد غيكون اول اللي عنده دليل ديال العمل، وماشي كنقول دليل الكتاب راه هو تشد صافي ما يضافلوش، لا، دليل العمل كيفاش؟ كنا عملنا استمارات، استمارات مع مجموعة ديال الجمعيات، مع مجموعة ديال الجمعيات اللي كاينة هنايا، اللي كاينة هنا، ها هما، هاد الاستمارات كاينة يعني ها هما بالكاشي ديال الجمعيات، بمعنى الكاشي ديال الجمعيات هنا، بمعنى عملنا واحد المجموعه فين عندكم الاسبقيات هذه المسائل فين كذا في الاخره، يعني تشارك، ولا نقول لهم حنا شاركونا، خصنا نكونوا حتى حنا كنديروا التشارك. اذا حنا كيخصنا نسمعوا للجمعيات البيئيه يعني نعدلوا، وكنفكروا مثلا نفكروا ان شاء الله التكوين ديال الجمعيات. عباد الله راه ما عندناش الناس جمعيات باش كيضحكوا عليهم بابسط الامور، لان ما واعيين شيء بالدور اللي عندهم. إذا هذه من بين مثلا اللي يمكن نخدموا عليها. من بعد كاينه هنايا اشنو هنايا؟ هادو وثائق، وثائق ديالاش؟ هذه دراسة يعني اللي داروها ديال الجهة كلها، ومن بيناتهم كاينه هنا العريش. شنو ماشي هادو راه مختصين اللي داروا هذا الشيء، أرقام
وكذا ماشي اللي حنا غادي نمشيو عاد هذا جبناه من طنجة جبتو من طنجة على اساس اشنو عندنا في العريس اللي كتقولوا نتوما واللي كتقولوا كذا الى اخره. واخا على العموم هذا غير واحد المقاربه ديال كيفاش غادي نخدموا